لا يزال سيناريو إرهاب الطرقات يتصدر قائمة الضحايا في الجزائر رغم التحسيس والإجراءات الردعية، ولعل الحلقة الأبرز دائما تخص حافلات نقل المسافرين سيما التي تضمن الخطوط الطويلة بين الولايات. ندير تحاليل وحدي، ما يدير لي حتى واحد، انا نروح وحدي للطبيب تاعي هو يدير لي كلش، كل 3 شهور كل 6 شهور نديرها. تحاليل تاع السكر تاع لا طونسيون تاع العينين تاع كلش، يعني باش نشوف روحي لا راني قادر مازال نكمل ولا ما نكملش، نشوف روحي لا مازال نزيد عام ولا عامين 3 سنين، نشوف روحي عيني الحمد لله على كل حال، الحمد لله عيني نشوف لاباس عليا، نذاك نشوف تاع القلب نشوف روحي مليح، بصح نشوف السكر بالك راه يطلع لي راه يبط، بالك راني فابل ومانيش حاسس بروحي، بالك عندي مرض واحد اخر وما على باليش به. عاد اللي سوق الكار من هبه ودبه ماشي ني بور شيفور، باش تلقى شيفور يعني كاليفي، وين تصيب الشيفور كاليفي تلقى يسوق في سياره في كاميون يقول لك انا شيفور تاع كار، يجي سوق الكار. انا قمت بحاله طبيه على اجراءات على عينيه وعلى قلبي نورمال عادي، عندي روبوزون تاع نسوق به نورمال وعادي نورمال 10 على 10، يعني يقول لك الطبيب يقول لك كل عام يعني دير البيلوت تاعك كومبلي، شو واش عندك لا راك مليح ماهيش مليح. رخصة سياقة خاصة بالحافلات ثم تكوين خاص للسواق والالتزام بالشهادات والتحاليل الطبية التي تقتضي السلامة النفسية والجسدية، أمور تجعل السائق مؤهل وبشهادة الكفاءة المهنية. قانون يفرض على هذا السواق من النوع هاد المركبات للمسافات الطويلة أنه لازم تكون فيه شهادة طبية اللي يتحصلها من عند طبيب أخصائي في علم النفس، وهذا مهم جدا. زيد على هذا الرؤية الجيدة والبنية الجيدة، يعني كل هذا باش يكون هذا السائق كامل مكتمل ويكون مؤهل فعلا لهذا النوع من السياقة للمسافات الطويلة. عوامل عدة ساهمت في ارتفاع حوادث المرور خاصة حافلات المسافات الطويلة في ظل تهاون السواق وغياب التكوين، ما يستدعي تشديد الرقابة للحد من المجازر المرورية.